دهان ديكور رسم موهبة كنا نطوروا فيها وكنا نقصدوا المدارس نعاونوهم في وقت وين ما تكونش خدمة قال الشتاء هكا ما كانش الخدمة نجي ونعاونو مدارس نرسمو لهم كيما راك تشوف خدمو لهم نحاولو نوصلو ميساج للأطفال بشعارات لا يخليهم نحفزوهم التعليم يزيد يقرأ ويطمح يخرج حاجة كبيرة ينفع المجتمع وينفع روحه هو بعد والتطوع بربي إن شاء الله إحنا ما نحبسوش على التطوع وإن يكون وقت فراغ نجي ونطوع وماذا بينا إحنا نشوف المدينة تاعنا جميلة ونتمد نظرة. طرف العمل هي كومبريسور تاع الهواء وسد سرشاش ميلونجي بانتور وتخدم بالبيستولي تجيك ساهلة وتمشي في الخدمة شي ولا لازم تكون خفيف في المسدس الرشاش باش تديسيني وقادر تراسي بالداتاشو يكون شكل كبير تراسيه في الداتاشو في الليل وفي النهار غدوة تجي تخدمو عادي تشوف الصورة تاعو وتتبع وتخدمو. يبدأ يستغرق العمل كاين خدمة كيما الطفل مني يومين كاين عمل وين كان يومين كاين خدمة وين ما تستغرقش نص نهار صادي بوان على الصورة. بالنسبة للصورة هذه كيما راك تشوف تاع الطفلة هزة كتاب نفضلنا المكان هذا كاعد التلميذ كي يخرج تقابلوا الطفلة هذه منها هذا كتاب تقرأ احنا بغينا نفهموا التلميذ بالصورة هذه ونلحقوا له ميساج باللي المطالعة هي أساس النجاح لازم تطالع لازم ديما تقرأ وتجتهد باش توصل. نشكر هذا الشاب الهاوي اللي راه في الحقيقة يقوم بعمل تطوعي في إنجاز رسومات مختلفة هادفة كما تعلموا أن البلدية هي المسؤولة على نظافة البلدية على نظافة المدرسة وعلى صيانتها ولهذا احنا هذه المجهودات الجبارة نثمنها. نتمنى أن هذه المبادرة تعم جميع المؤسسات التربوية ليس فقط في المدارس الابتدائية حتى المتوسطة والثانويات. الشكر موصول له الشكر موصول لكل من تطوع معه في توفير هذه الوسائل وإحنا بدورنا رانا يدنا ممدودة أن نساعده في توفير ما يمكن توفيره ومن مستلزمات الخاصة بهذه الرسومات. كيما تكونش خدمة الموماتريال تاعنا ونجيو نشوفوا مدرسة لخاصة قال ما فيها شعارات ما كانش رسومات تحفيزية التلاميذ جيبوا ماتريال تاعنا الى كاينه جمعيه اللي تشري لنا المواد باش نخدمه كيما البانتوره باش نخدمه وهنا نخدمه كيما يكون ساعه نجبدوا حنا ساعه نشوفوا كاين وين تقصد الناس تعطيك قال كي يشوفوك عمل تطوعي يعطيوك الناس يعاونوك روح الكينكيري تقول فوالا هي كاين يقول لك نورمال يعطيك يعاونك من عنده كي تكون حاجه مليحه الناس كل تساهم. هذا المنبر احنا باغي نوجه نداء للمدراء نتاع المؤسسات ولا المدارس التربويه اللي بغى يزين المؤسسه تاعو ولا يقدر يتصل بينا احنا نعاونوه كي يوفر ما السلعه وحوايج احنا نجيو نعاونوه ما كان عندنا حتى مشكل اما ذا بينا ديما نديروا الخير وربي يفك حوالنا ان شاء الله. ديزاد نيوز أن يصلك الخبر بالصوت والصورة.